نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة عطرة مفعمة بالمحبة لكل المستمعين والمستمعات لقناة المواطن مع هذه السيرة العطرة المباركة. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المنافقين من اليهود والمشركين، وفي هذه الحلقة أحببنا أن نتحدث كذلك عن الأعداء الملعونون، الأعداء الذين أعلنوا عداءهم من اليهود. هؤلاء لم يخفوه، لم يكونوا منافقين، بل أعلنوه وأظهروه حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. إن من ذكرنا من منافق اليهود قد ادعوا الإسلام كذبا لأجل الدس والوقعة كما ذكرنا بين المسلمين. وهناك عدد كبير من أحبار اليهود لم ينافقوا، بل أعلنوا عداءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وحملهم على ذلك البغي والحسد للعرب على ما فضلهم الله تبارك وتعالى من اصطفاء محمد رسولا منهم إلى الناس كافة. ولنذكر هنا رؤساء من أهل البغي والحسد والضغينة، ومنهم من كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سوء القول وقبيحه جدالا مرة وعنادا مرة أخرى وتطاولا واعتزازا مرة ثالثة. وعلى سبيل المثال لا للحصر نذكر منهم حيي ابن أخطب النضري، وكان أخبثهم وأكثرهم عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهو أبو صفية. حيي ابن أخطب هو أبو صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كما ذكرنا وسنكررها أنه إن وفقنا بإذن الله سنتحدث عن أزواج النبي، لكل زوجة نخصص لها حلقة كاملة مطولة قليلا حتى نعطي وندرس جوانب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الزيجات رضي الله تعالى عنهم. فحيي بن أخطب هو أبو صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه أبو ياسر بن أخطب وجدي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق ورافع الأعور الذي قتل بخيبر، والربيع بن الربيع ابن أبي الحقيق وعمرو بن جحاش وكعب بن الأشرف وهو طائي وأمه نضرية، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وكردم بن قيس حليف كعب بن الأشرف، وكل هؤلاء نضريون يعني من بني النضير، وعبد الله بن سوري الأعور وكان أعلم أحبار اليهود بالحجاز وهو من بني ثعلبة، ورفاعة بن قيس وسويد بن الحارث وفنحاص وشاس بن عدي ومالك بن صيف ورافع بن أبي رافع ورافع بن حريملة ومالك بن عوف وكعب بن راشدة وعازر، وكل هؤلاء من بني قينقاع، ومنهم عبد الله بن سلام وقد أسلم وحسن إسلامه وكان مبشرا بالجنة، والزبير بن باطة وعزال بن شميل وكعب بن راشد ووهب بن يهوذا أسامة بن حبيب ورافع بن رميلة ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد، وهؤلاء كلهم قرضيون يعني من بني قريظة، ولبيد بن الأعصم وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بناته وهو من بني زريق، وكنان بن سوريا وهو من بني حارثة. نعم، هذه أسماء كل هؤلاء من كبار اليهود من أحبارهم ومن علمائهم الذين لم يخفوا عداوتهم لرسول الله، بل أظهروها وأعلنوها. وهذه العداوة الظاهرة خلقت جدليات، فهي جدليات اليهود ومظاهر عنادهم، إلى جانب ذلك من الدس والوقيعة التي يقوم بها منافق يهود ممن أسلم من أحبارهم في الظاهر وهو مبطن للكفر والعداء الشديد في الباطن. هناك جماعات أخرى تصرح بكفرها وحقدها وعدائها للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه، وتجادل وتعاند، ولنذكر
للعبرة طرفا من جدالها وعنادها، للعبرة فقط نذكر بعض يعني جدليات اليهود. فهذا رافع الذي ذكرناه، رافع بن حريملة عليه لعنة الله، يقول في جدله الساقط: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. إذا كنت فعلا مرسل من الله فقل لربك أن يكلمنا حتى نسمع كلامه. وهذا لا يخفى على اليهود يا إخوة الإيمان، فقد طلبوه لموسى: ادعوا ربك يعني أن يعني نراه جهرة كما ثبت في القرآن. فأنزل الله جل وعلا قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فبين الله أن هناك من كان يشبههم وكان في الزمن الذي ظهر فيه موسى عليه السلام، فكان تشابهت قلوب هؤلاء يطلبون أشياء من أنبيائهم وليس يعني هدفهم في ذلك إلا الجدال والعناد والعياذ بالله. وسلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى ومحمود بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن الصيف يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نتبعك يا محمد، كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ كيف نتبعك وأنت لا تصلي جهة قبلتنا ولا تقول بأن عزير ابن الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون. وهذا آخر: جبل بن أبي قشير وشمويل يجدان وشمويل، هذا هؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول، إن كنت نبيا فأخبرنا متى تقوم الساعة. فأنزل الله جل وعلا عليهم، ولذلك الدارسين للقرآن وأسباب النزول يساعد على فهم القرآن وأسباب كثيرا، سبب النزول يساعد الطالب العلم على فهم القرآن والأحداث التي نزل فيها. نعم. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى في قوله من سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلما جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونزل القرآن ليعلمهم ويفهمهم. وهذا نعمان أعضى وبحري بن عمرو وشاس بن عدي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون معه، فكلموه وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله جل وعلا وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ لماذا تخوفنا؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، أنت تخوفنا بالله ونحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله جل وعلا ردا عليه من سورة المائدة قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لاحظوا إخواني، كلما جاء يهود ليجادلوا إلا والقرآن يرد عليهم،
لأنه كلام من الله سبحانه وتعالى ولا يعرف حقيقة اليهود إلا الله. هذا رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ قال بلى ولكنكم أحدثتم. انتبهوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى نعم أؤمن كما قلتم ولكنكم أحدثتم، يعني غيرتم وجحدتم بما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها وكتمتم منها وأمرتم أن تبينوا للناس فبرئت من إحداثكم، أنا بريء من إحداثكم. فقالوا معاندين إنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله تبارك وتعالى في حقهم من سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. هذا النحام بن زيد وكرذم بن كعب وبحر بن عمرو أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا إخواني كلهم يأتون من أجل العناد، أتوه يجادلونه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. قالوا مش ما ألا تعلم بأن مع الله إلها آخر؟ قال لا، لا إله إلا الله بذلك بعثت وإليها أدعو. فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم أتارهم منهم فقالوا معاندين مجادلين هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ شوف كل هذا من أجل الوقوف في دعوة رسول الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع، يعني تلون ظهرت الحمرة في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم ساورهم غضبا لربه، يعني هددهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه جبريل فسكنه وقال خفف عليك يا محمد. وأتاه من الله بجواب ما سألوه عنه قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.